وقع سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية مع معالي السيدة سيلفي بابيو تيمون وزير خارجية جمهورية افريقيا الوسطى البيان المشترك بشان إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين الصديقين وذلك لدى استقباله وزيرة الخارجية بمناسبة زيارتها لمملكة البحرين. وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين الصديقين وتحقيق وتطلعاتهما المشتركة